كتبت مذكرات، سجلت حكاياتها، سجلت اي حاجه؟ لا طب البدايات حكيت لكم ايه عن البدايات؟ ان البدايات اللي هي لما ابتدت تغني في الاول خالص، هي او كانت اول ما اصلا ايه اتجوزت. يعني، طفله صغيره جايه منين؟ كانت في معهد التمثيل لا بس في في الجد. الاول. هل صحيح ان جدها كان مخرج؟ جدها كان الشيخ احمد ندى، كان كبير مخرجين في العالم اساطير العربي كله ومصر. المخرجين. اول فيلم عملته مع رشدي اباظة خدت البطوله مع رشدي بس قبل اول فيلم كان يعني، خلينا نبتدي الاول، ان جدها كان مخرج. جدها الشيخ احمد ندى. احمد ندى شيخ المقرئين. وهل والدتها فعلا تزوجت الفلكي يعني في بعد والدها تزوجت محمود باشا الفلكي، اللي هو اللي عاملين باسمه الميدان الفلكي. كمان الميدان الفلكي عندكم ميدان دلوقتي، فانتوا عندكم ميدان.